يعني اليوم كان ترتبوا ترتيبكم حسب أذواقكم أنتم وحسب تجربتكم. الراب العربي 1 2 3 4 5 في تصنيفه كنوع ميوزيك يعني. ديما يدير فيها كوكي يبرى راه لا لا أنتم أحرار. هل تعتبرون أن الراب العربي الفلاني هو رقم واحد لآخر رقم اثنين رقم ثلاثة؟ أوكي. يعني على الأقل في الوقت الحاضر. على خبرتي وعلى حق اللي نسمع فيه الحق يا ربي يعني من قبيلة يعني نعرف إن سمعت لي هلبا مسيز يعني كانوا في المغرب نعتبر فيهم هو الترتيب رقم واحد. المغرب. إيه وكان الجزائر لكن توا تونس رقم اثنين. أوكي. نعتبر فيه الجزائر رقم ثلاثة وليبيا أوكي. رقم أربعة مصر أوكي. رقم خمسة. أوكي. يمكن على مستوى آسيا اللي هم العرب اللي في الخليج والحاجات هاي في عند في السعودية في عندهم. كلاش. أكيد. عندهم رابرز. شيبوبا. شيبوبا. حبيبنا. دبي. الأردن. لا في الأردن كذلك في سوريا في فلسطين في كانوا كرو قديم في فلسطين من الناس التورية الحق. أكيد شراوت حمورابي في حمورابي أكيد أوف كورس في يعني أكيد. لكن على مستوى شمال أفريقيا يعني نشبح في المغرب تونس الجزائر ليبيا واضح. أنا توا نقول لك أنا طبعا من الناس مع احترامي لمصر وجمهورية مصر وناس مصر محلام قبل عامين فاتوا ما كنتش مقتنع بالسين المصري بكل ما دخليش في اللون الأولد سكول أو النيو سكول أما الناس هادو العام هذا طاروا لكن بالنسبة لي أنا كان جي بدون عنصرية أنا إنسان حب تونس ونعيش في تونس ورب ورا تونس أصحابي وخواتنا كل خواتنا ورا تونس عندها فضل علي أكبر من أي ما في نحط صبعي فين اي واحد يقول تونس انا ربي يعني. سبحانه وتعالى واحنا ولا ليبيا تونس كيف لكن انا بالنسبه لي انا مقتنع بالسين المغربي ان اقوى سين ثاني سين السين التونسي ثالث سين اللي هو تو خش على الخط ما كانش في بالي بكل اللي هو السين المصري. فالمغاربه هلبة يا عشيري حاجات ما عادش خلوني نسمع امريكان باهي رقم خمسة نمبر 1 تبي رقم خمسة عندك سمعت لك انت قلت لي عندي قلت لي تويك المغرب تونس مصر ليبيا هكا ولا اكيد لا اكيد ليبيا ما قلتش ليبيا لا ليبيا أربعة. ليبيا رقم 4 رقم 5 تمام خليها توب 4 مش ما فماش هو انا بنقول الجزائر فهمت كيف سامحني فاهم على شيء ويسامحني الشعب الليبي انا نحط الجزائر رقم 4 اوكي ونحط ليبيا رقم 5 والله مش حقرة نحب ليبيا تكون في القمه اما انا نحكي لك بلغه حقيقيه لغه الواقع ما يزعلوش مني جمهور في الفتره هذه بس السين هذا بس العام هذا عندك بوفا جندي الراب شراوت ليه في بنغازي واصل الوايت بوي رواد كينجز داد قالوا سيب ان شاء الله ما يسيبش ورجع ام سي زوفري عندنا ناس راهو لكن مازال فيه نوم ومش حقرك نقول ليبيا رقم 5 في الراب فعلا اني انا هو ولا تسكت هو يا ميجو مش نوم هو المساحة اللي نحكوا عليها مفيش حفلات تنظيم المهرجانات اللي انت انتاج تخلي كبير ايوه انتاج اللي تخلي اصلا حتى الامسيز ستوديوز يتعرفوا على بعضهم ويقفوا على الستيج مع بعضهم يعني عرفت الحاجات هي المهرجانات الحاجات هي يعني نعتبره معدوم هذه اللي ما تخليش يعني هذاك علاش مش باينين حطيتهم لك في رقم 5 لانه مش باينين لكن لما تجي تخش اليوتيوب مروك تونس الجزائر مصر واضح. ليبيا موجودين ليبيا لكن صنفت لك السينات الناس واضح. اللي تلعب في أرقام خيالية فوق نتمنى ليبيا تكون رقم واحد وديما ليبيا رقم واحد إن شاء الله.